هذا اليوم هذا اللقاء هذا هو يعني يوم دراسي مهم تجمع مختلف الفاعلين في قطاع اللوجيستيك بصفة عامة وفي قطاع لوجيستيك تصدير واستيراد بصفة خاصة حول ميناء طنجة المتوسط. عادي يتم فيه تدارس العديد من المواضيع المهمة بالنسبة للتنافسية اللوجيستيكية ديال المملكة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية اللي طلقها صاحب الجلالة في سنة 2010 واللي الآن قطعت أشواط مهمة في التفعيل. مواضيع مهمة من قبيل يعني دور الموانئ وفعالية الموانئ في تحسين فعالية المقاولات التي تشتغل في التصدير والاستيراد، كذلك يعني كيف شنو هما العوامل التي تجعلوا يعني الفعالية اللوجستيكية ديال المقاولات الصناعية ومقاولات ديال التصدير تكون يعني متقدمة ومتطورة، وكذلك كيف يمكن اللوجستيك أن يكون سبب لإقناع مستثمرين للاستقرار في المغرب وتطوير مشاريع اللي يمكن لها تطور يعني الشغل وتخلق قيمة مضافة. هذه بادرة حميدة اللي قمت بها يعني وكالة الخاصة طنجة المتوسط بشراكة مع العديد من الفاعلين العموميين والخواص بينهم الوكالة يعني المغربية للأنشطة اللوجستية، وتنتمنى إن شاء الله يتكرروا بحال هذه اللقاءات تدارس مواضيع أخرى ومساهمة في الجهود لتطوير قطاع اللوجستيك اللي مهم جدا لاقتصاد المغرب. المؤتمر هذا اللي هو لوجيستيك دايز كممثل شركة SGL ديال النقل واللوجيستيك، طبعا الشركة هذه فاعل أساسي بالنسبة للميناء ديال طنجة المتوسط. هذه الشركة كتعمل أكثر من 18,000 يعني سفرية ما بين أوروبا وإفريقيا في العام، وكونها عندها واحد الكمية مهمة من يعني الوحدات النقلية كنعيشوا جميع المشاكل اللي يمكن تكون في إطار هاد الحلقة اللوجستيكية. إذا احنا هنا باش نشوفوا هاد المشاكل هذه كيفاش يمكن تناقش، كيفاش يمكن تحسن في المستقبل باش نشجعوا المستثمرين يجيو بلادنا ويستثمروا فيها، ونشجعوا أيضا جميع الفاعلين الاقتصاديين باش يحسنوا الخدمات ديالهم وباش يحسنوا طبعا الظروف ديال العمل ديالهم.